السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذا الخبر العاجل. أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري اليوم الأحد توجيهات بخصوص الدقة العشائرية والمخدرات والتهريب. وذكرت الوزارة في بيان أن الشمري ترأس اليوم اجتماعا في مقر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بحضور وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات ومديري الاستخبارات ومكافحة المخدرات، فضلا عن مديري الاستخبارات في المحافظات عبر الدائرة التلفزيونية. وأضاف البيان أن الاجتماع ناقش الخطط الاستخبارية والأمنية التي تعمل عليها هذه الوكالة. وأكد الوزير على أهمية متابعة المطلوبين للقضاء وإلقاء القبض عليهم والتعامل الفوري مع الذين يقومون بما تسمى بالدقة العشائرية وتقديمهم للعدالة بسرعة، موجها بأن يكون العمل الاستخباري نوعيا بعيدا عن الطرق الروتينية، وأن يكون مدير الاستخبارات مطلعا على جميع قاطع مسؤوليته. وشدد على تقييم عمل مديري الأقسام كافة ومعرفة غير المؤهلين منهم لأخراجهم من هذا المفصل المهم الذي يجب أن يضم ضباطا مهنيين. ودعا الشمري إلى صناعة ضباط تحقيق، وذلك من خلال التدريب والتأهيل الصحيح لكي يكونوا قادرين على العمل وفق الأساليب الحديثة في إجراء عمليات التحقيق، خاصة في الملفات المهمة وتوزيع المهام والواجبات عليهم. وفي ملف المخدرات أشار الوزير إلى أهمية جميع المعلومات الدقيقة وتزويد مدير مكافحة المخدرات في المحافظة بهذه المعلومات لغرض توحيدها. وناقش الاجتماع أمن الحدود العراقية مع دول الجوار، وأكد الوزير على تأمينها بالشكل المطلوب ومنع عمليات التهريب والجريمة المنظمة بجميع أشكالها. وجه جميع الأجهزة الأمنية المختصة بالعمل المهني في مدخل المدن من خلال تعزيز الجهود في السيطرات.